القوات الأمنية تقترب من إطلاق الصفحة الثانية لعمليات تحرير الساحل الأيسر للموصل، والجهد الهندسي سيكون حاضرا ضمن العمليات. في خطوة تهدف للتقليل من الزحامات المرورية، القوات الأمنية ترفع الكتل الكونكريتية عند مدخل جسر الجمهورية وإلى جانبي طريق كرادة مريم. العبادي يؤكد أن التسوية ستكون بداية جديدة لإنهاء الصراعات بعد داعش، ويرفض التحركات السياسية قبل الانتهاء من تحرير الموصل عسكريا. للحديث عن علاقة الشعر بالمسرح، الاتحاد العام للأدباء والكتاب يستضيف الفنان سامي عبد الحميد وسط حضور نخبوي من الأدباء والفنانين. أهلا بكم متابعينا في كل مكان، نشرة إخبارية مفصلة من المدى بدايتها مع حيدر. أهلا حيدر. أهلا إيناس، أهلا بكم مشاهدينا. كشف جهاز مكافحة الإرهاب انطلاق الصفحة الثانية من عمليات تحرير المحور الشمالي بالجانب الأيسر من مدينة الموصل خلال الأيام القليلة المقبلة. قائد قوات الفرقة الذهبية الثالثة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي العارضي أشار إلى أن قطاعات الجهاز يتهيئون خلال اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة للبدء بمعركة تحرير المحور الشمالي بالجانب الأيسر، مضيفا أن المرحلة الثانية سيكون حاضرا فيها الجهد الهندسي ضمن عمليات التحرير المرتقبة. أغلب الدوائر الخدمية في محافظة نينوى استأنفت العمل ما أن أعلنت الحكومة المحلية للمحافظة تحرير أجزاء كبيرة منها، حيث باشر العديد من الدوائر الخدمية تقديم الخدمات للمواطنين. التفاصيل في تقرير مناف الشمالي. ما إن تحررت أجزاء كبيرة من مدينة الموصل حتى أعلنت حكومة نينوى المحلية عن افتتاح أغلب الدوائر الخدمية في المحافظة لتسيير أمور المواطنين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم كالماء والكهرباء والمواد الغذائية والصحية وغيرها من الأمور الأساسية المطلوب تأمينها لإعادة الحياة إلى المناطق المحررة وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم. تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم بنقل كافة دوائر محافظة نينوى، الحكومة المحلية وكذلك المجالس والوحدات الإدارية والدوائر الخدمية إلى المناطق المحررة، وعلى هذا التوجيه سوف يتم افتتاح مديرية شرطة نينوى وكذلك مديرية مرور نينوى ومديرية الجنسية ومحافظة نينوى ومجلس المحافظة، إضافة إلى بقية الدوائر منها الصحة لكونه وضع استثنائي، سوف يكون مقر مديرية صحة نينوى في قضاء الحمدانية قرب المستشفى العام بعد ترميمه، كذلك نقل مديرية تربية نينوى. يتم افتتاح ساحة بازواي لخزن مفردات البطاقة التموينية في هذه الساحة لتكون التوزيع عادل عن طريق وكلاء المواد الغذائية، وكذلك افتتاح مديرية شرطة نينوى وشرطة الكرامة، حيث باشرت العديد من الدوائر الخدمية بتقديم الخدمات للمواطنين بعد إعادة افتتاحها في المناطق المحررة داخل الموصل، فيما أكد القادة الأمنيون قدرتهم على بسط الأمن داخل المناطق المحررة وتأمين كافة احتياجات المواطنين لضمان عودة الحياة إلى المدينة وفرض سلطة القانون. ما تتحقق الجانب الأمني، توفر الجانب الأمني بصورة كبيرة، نستطيع أن فتح مراكزنا الصحية، وهذا ما قمنا به بافتتاح مراكز صحية في حي الزهراء وحي القاهر وحي سماح وجوجلي، والآن نحن مستمرون بافتتاح مراكز صحية ومستشفيات في حال توفر الجانب الأمني. أيضا نحاول أن نقل دائرة بصورة تدريجية إلى المناطق القريبة من المحافظة، حيث الآن هناك خطة لإعادة المركز الدائري إلى منطقة جوجلي تكون قريبة من المحافظة تقديم خدمات الإدارية ودعم هذه المراكز لتقديم خدمات الصحية للمواطنين المحررين في هذه المناطق. شرطة نينوى اليوم مستعدة لإدارة الملف الأمني، وذلك بوجود أفواج طوارئ وفتح المديريات القتالية، العفو المديريات الشرطة ومراكز الشرطة اللي راح يكون لها دور كبير في فرض النظام وسلطة القانون في المدينة إن شاء الله. يذكر بأن رئيس مجلس نينوى وجه بإغلاق جميع مقرات مكاتب ودوائر الحكومة المحلية الموجودة في محافظتي أربيل ودهوك بالسرعة الممكنة، والانتقال إلى المناطق المحررة في الموصل لتشجيع النازحين
إلى العودة لمناطقهم بالمدينة. من الموصل، مناف الشمالي، قناة المدى. بعد مرور شهرين على انطلاق عملية قادمون يا نينوى، يبدو الوضع الميداني بحاجة إلى المزيد من الجهود لتحرير ما تبقى من المحافظة، على الرغم من تحرير أكثر من 40 حيا في مدينة الموصل. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. 46 حيا وبمساحة تقدر بأكثر من 60% من الجانب الأيسر لمدينة الموصل، تدخل عمليات تحرير نينوى شهرها الثالث بمعطيات عسكرية أكثر تعقيدا مع الاقتراب من المناطق المأهولة بالسكان، تمهيدا لاقتحام مركز المدينة في جانبها الأيمن. العمليات توزعت في 4 محاور مع تفاوت في مهام وتقدم القطاعات العسكرية في كل واحد منها. فإلى الجانب الغربي، تمكنت فصائل الحشد الشعبي من تحرير العديد من القرى والمناطق، فضلا عن النجاح في فرض طوق على مدينة الموصل من جهاتها الأربعة، فيما تتوقف عمليات المحور الجنوبي بعد تحرير حمام العليل للتحضير إلى مرحلة اقتحام المطار في جنوب الساحل الأيمن. في المحور الشرقي، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة من تقليص مساحات داعش واستنزاف قدراته في الأرواح والمعدات. وبالوصول إلى المحور الشمالي، فقد تمكنت قوات البيشمركة والفرقة التاسعة من الجيش من تحقيق انتصارات عسكرية واسعة جعلها تقترب من البوابة الشمالية للساحل الأيسر من المدينة. إلى ذلك، تحدثت منظمة الهجرة الدولية عن وصول عدد النازحين من مدينة الموصل منذ بدء عمليات تحريرها في 17 تشرين الأول إلى أكثر من 100,000 نازح. في المقابل، تشير إحصائيات غير رسمية إلى مقتل أكثر من 900 عنصر من داعش، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة في المعدات والذخائر التي يمتلكها التنظيم. أعلنت قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الأنبار مقتل 14 عنصرا من تنظيم داعش بقصف جوي لطيران التحالف الدولي غرب الرمادية. وأوضح قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي أن قصفا جويا استهدف تجمعا لعناصر التنظيم في منطقة المعامل وسط قضاء راوة، أسفر عن مقتل 14 عنصرا من داعش، فضلا عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات وصناعة العبوات وتدمير مستودع للوقود. دمر الجيش العراقي عجلتين مفخختين تابعتين لتنظيم داعش في الساحل الأيسر من الشرقاط. مصدر أمني أفاد أن طائرات القوة الجوية استهدفت العجلات التي كانت تروم استهداف القطعات العسكرية، مبينا أن القصف أسفر عن تدمير العجلتين فضلا عن قتل 12 عنصرا إرهابيا. أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك أن تنظيم داعش اختطف 43 مدنيا فرا من قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة بسبب تركهم أرض الخلافة. وذكر المصدر أن مسلحي داعش أقدموا في المنطقة الواقعة بين ناحية الرياض وجبال حمرين على اختطاف المدنيين، مبينا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى جهة مجهولة. وأضاف المصدر أن الاختطاف كان بحجة ترك أرض الخلافة والتعاون مع الأهالي لغرض تهريب المدنيين من مواقع سيطرة التنظيم باتجاه محافظتي كركوك وصلاح الدين. على وقع إجراءات أمنية مشددة، يبدأ في العاصمة بغداد يوما جديد لطالما انتظرته العاصمة. فعند مدخل جسر الجمهورية وإلى جانبي طريق كرادة مريم يكمن التغيير، حيث تم رفع الكتل الكونكريتية في خطوة تهدف للتقليل من الزحامات المرورية. المزيد من التفاصيل في جعبة ياسر الحطاب. بعد 13 عاما من الانتظار الطويل، يستفيق البغداديون على سلسلة إجراءات أمنية منعنا من تصويرها لأسباب غير معروفة. رفع الحواجز الكونكريتية من مداخل جسر الجمهورية إضافة إلى جانبي الطريق في كرادة مريم، ما جعلهم في قمة الارتياح لهذه الخطوات. هذه الخطوة الإيجابية اللي هي فتحت هاي الصبات الكونكريتية. أولا إحنا كثرة السيارات هواية وهذه المنطقة دائما مزدحمة، فسوت نقطة إيجابية وتشكر عليها الدولة، وإحنا نحب
أن بعد نطرح على الدولة أن شكو صبات شكو سيطرات أن ترتفع على مود الشعب شوية يتنفس، لأنه الازدحامات قاعد تعلق لهم حتى تغير نفسيتهم، أبو الدوام متأخر، أبو العمل متأخر. برفح تعالى أكيد راح تقلل من الحوادث، راح تزيد جمالية العاصمة، راح تقلل من الازدحامات، بس نتمنى أنه هذه الخطوة تكون خطوة إيجابية بحتة، يعني إيجابية إيجابية، مو اليوم رفعت الصبات باكر راح تنحط بغير مكان. تقليل الزحام المروري الذي كان ينتج بسبب هذه المرابطات الأمنية في هذه المنطقة تحديدا قد يأتي بمنافع كثيرة تؤثر إيجابا على حياة المواطنين، لا سيما أصحاب سيارات الأجرة الذين تفاعلوا بصورة كبيرة مع هذا الإجراء. شيء أكيد نستفاد، إحنا راح نستفاد، لأن الطرق راح تصير سريعة، مو كان ما الطريق يصير عليك ساعتين أو أحيانا أكثر، راح يصير عليك الطريق أقل من هذا الوقت، حتى لو نص إحنا قابلين أحسن من الماكو. أي من قام يشيلون الصبات لا أكو فرحة بالنسبة للناس، أكو فرحة وأكو موقف إيجابي حسن، هذا كل زين. أي حتى إن شاء الله العبء عن الناس. في الوقت الذي تباشر فيه القوات الأمنية برفع الحواجز الكونكريتية من منطقة كرادة مريم وجسر الجمهورية، تتزايد المطالب بأن تكون الأماكن الأخرى خاضعة لنفس هذا الإجراء من أجل تقليل الزحام المروري واستعادة معالم بغداد التي ابتلعها مظهر حواجز الإسمنت. ياسر الحطاب، قناة المدى، بغداد. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من بغداد عضو مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي. مرحبا بك سيد حسون، ما هو عدد الشوارع والطرق المغلقة في العاصمة، وهل يمثل ما حصل في منطقة كرادة مريم وجسر الجمهورية خطوة باتجاه رفع ما تبقى منها في المناطق الرئيسة؟ مرور الوقت يعني تقطعت أوصال مناطق عدة سواء كان بالكرخ أو بالرصافة عموما. نعم. يعني هذه كانت نافعة نوعا ما، صدت هاي الكتل الكونكريتية اللي صرف عليها ما لا يقل عن ملايين من الأطنان من الإسمنت وملايين من الأطنان من الحديد ومادة الرمل، لكن الآن إحنا هذا الموضوع خلينا نتجاوزه. القرار اللي اتخذ من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اللي قبل عام أمر برفع ما لا يقل عن 50% من الحواجز الكونكريتية اللي موجودة، لكن للأسف يعني ما أعتقد يعني كانت هناك إذن صاغية لهذا الأمر، وكان من المفترض أنه ينفذ هذا الأمر اللي صدر من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. بدت بعض الشوارع رفعت منها الكتل الكونكريتية وأهمل الموضوع بالكامل، يعني لما يكون هناك اعتراض أو تفجير في منطقة ما ترجع الكتل الكونكريتية حتى بالمناطق اللي ما بها أي تفجير. أنا ما يعني هذا الأمر أنا ذب على يعني على جهة القوات الأمنية. طيب سيد حسون، يعني البعض تحدث عن مخاوف أمنية من رفع الكتل الكونكريتية، لكن ما الجدوى من بقاء هذه الكتل في ظل استمرار الهجمات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة؟ يعني نوعا ما أنا أرجع أقول أنه هي عملت مصدات كأن تكون مثلا في منطقة الباب الشرقي اللي كانت المصدر مال العمال اللي عمل مصدات على بعض المحلات، أيضا عمل مصدات، لكن كظاهرة حضارية أنا ما أعتقد تناسب. الآن ينبغي على الجهات الأمنية تكثيف جهودها، وإن كان هي الحمد لله هي ما مقصرة نوعا ما، لكنه نقول تجهد وتكثف من جهودها الاستخبارية، وإذا كان هناك تكثيف للجهد الاستخباري من خلال عناصر استخبارية زجها بالمنطقة من خلال المعلومة اللي تحصل عليها من المواطن. للأسف هذا الأمر ما جاي نشوفه يحصل في أغلب المناطق. هذا الأمر ينبغي أن يأخذ سلسلة مراجع ابتداء من المجالس المحلية والبلدية صعودا إلى مجلس المحافظة وإلى قيادة عمليات بغداد أو الشرطة الاتحادية اللي موجودة في أي منطقة من المناطق. للأسف الناس فقدت الثقة بمجالس المحلية ومجالس المحافظات. ينبغي على على المجالس المعنية الحكومات المحلية إعادة الثقة بالمواطن، ومن ثم استقبال أي معلومة يجلبها المواطن إليه. أحيانا المواطن يبقى حائر لما يسمع معلومة، وبالمقابل أنه يتخوف، آخرين يخوفوه أنه أنت لما راح توصل هذه المعلومة قد يترتب عليك أمر عشائري أو أمر قضائي. أنا أقول إذا كانت هذه المعلومة اللي تجي
تصل إلى الجهات الأمنية هي أمر يعني غير كيدي، فبالمقابل بالنتيجة راح تكون هي صف في مصلحة الوطن. نعم. ليش هذا الإهمال دي يكون من قبل الجهات الأمنية أنه ما تستقبل؟ بالإمكان أكو هناك يعني بوزارة الداخلية جعلت مبالغ للعاملين على جلب معلومات. نعم. فأنا أتمنى أنه تفعل هذه المسألة. نعم إحنا نمر بضائقة مالية لكنه هذه مهمة. حضرتكم تعرفون المواطن يعرف يعني المناطق اللي كانت مقطعة بالكتل الكونكريتية كانت عندها معاناة بالخدمات، يعني معاناة من ناحية النظافة وهذا تلوث بيئي يكون موجود، ومن ناحية الصرف الصحي، ومن ناحية الكسورات مال أنابيب الماء، هذه كلها معوقات لعمل أمانة بغداد في ظل وجود هاي الحواجز الكونكريتية. طيب مع استمرار الهجمات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة على العاصمة بغداد، هل لدى المجلس توجه لمراجعة الخطط الأمنية واستدعاء القادة الأمنيين في العاصمة؟ يقين أنا يعني موضوع اللقاءات مع القادة الأمنيين، قائد عمليات بغداد سيد اللواء وكذلك الشرطة الاتحادية، لقاءات مستمرة مع الجهات الأمنية، اجتماع ووجود خلية أزمة أحيانا لما تكون هناك مشكلة معينة، هذه اللقاءات مستمرة. لكنه أنا أرجع أقول أنه ينبغي أن تفعل، ينبغي أن يفعل الجهد الاستخباري، والآن لدينا الشرطة المجتمعية، الشرطة المجتمعية الآن ينبغي تفعيلها بعد أكثر لنزولها إلى الشارع واستلام المعلومة من خلالهم أو توفير مناخات ملائمة لإيصال هذه المعلومات إلى الجهات الأمنية، وبالتالي أعتقد ما راح نحتاج إلى كتل كونكريتية. يعني هو التخوف من عدم وجود الكتل إلى وجود عبوات ناسفة مرة ثانية، هذه راح تزال بإزالة المسبب الرئيسي. إحنا لما نترك المسبب بالخارج مطلق السراح، يقين هذا راح يرجع مرة ثانية إلى تفجير بعبوة ناسفة أو بغير بسيارة مفخخة. إن شاء الله السيارة المفخخة الآن تكاد تكون شبه معدومة بعد وصول أبنائنا من قوات أمنية وحشد الشعبي إلى المناطق والانتصارات الموجودة، سواء كانت في الأنبار أو في الآن في اللي تحقق في نينوى. نعم. هذا كل أمر حسن، لكن أرجع أقول مرة ثانية تفعيل دور المواطن بالعملية هذه، إذا فعل دور المواطن بهذه القضية أعتقد راح نقلص ونخفف من موضوع التفجيرات. عضو مجلس محافظة بغداد حسن الربيعي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. اعتبر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن التسوية السياسية ستكون بداية جديدة لإنهاء الصراعات بعد الانتهاء من داعش. وأضاف العبادي أن العملية العسكرية تستمر في الموصل وفق الخطوة، والتأخير يأتي لتجنب سقوط المدنيين، معربا عن رفضه للتحركات السياسية قبل الانتهاء من تحرير الموصل عسكريا. التحفظات والإشكاليات التي أرقلت تمرير قانون العطل الرسمية لم تجد الكتل السياسية المختلفة مخرجا لها لتسهيل إقراره. فالخلافات تكمن حول يوم السقفية أو السقيفة وعطلة عيد الغدير حتى يقدم المشروع للتصويت. لم تجد الأطراف مخرجا للخلافات التي تعترض تمرير قانون العطل الرسمية الذي بات حبيسا في أدراج هيئة رئاسة البرلمان التي أخرت تقديم هذا القانون للتصويت لحين الانتهاء من حل كل التحفظات والإشكاليات. فتصر كتلة اتحاد القوى العراقية على إدراج يوم السقيفة ضمن العطل الرسمية أو رفع عطلة عيد الغدير من عطل هذا القانون كشرط لتقديم هذا المشروع للتصويت. التحالف الوطني يرد على شروط الكتل السنية بأنها استفزازية ولا يمكن تضمينها في هذا القانون. وكان مجلس الوزراء أقر في شباط عام 2008 قانون العطل الرسمية في العراق وألغى بموجبه عطلا رسمية كان معمولا بها من قبل النظام السابق. فبعدما أنهت لجنتا الثقافة والأوقاف والشؤون الدينية من تعديلاتها على مشروع القانون ورفعته إلى رئاسة البرلمان التي تبحث عن مخرج يلاقي موافقة كل الأطراف، باتت عاجزة من إيجاد صياغ توافقية ترضي الجميع، وأصبحت هذه الأطراف متشبثة بمواقفها ولا تريد التنازل، خصوصا وإن الموضوع فيه جنبة طائفية تعتاش عليه الأحزاب والكتل السياسية في الحصول على مقاعدها البرلمانية.
ولم يقتصر الخلاف بين الأحزاب الشيعية والسنية عند حدود الحوادث التاريخية فحسب، بل شمل أيضا موضوع العيد الوطني، هل هو 14 من تموز، التأسيس للحكم الجمهوري، أو دخول العراق في عصبة الأمم. ويسعى التحالف الوطني إلى إعادة مناقشة الموضوع مع اتحاد القوة في الفصل التشريعي المقبل. من بغداد، محمد صباح، المدى. طالبت جبهة الإصلاح النيابية الحكومة بالعدول عن قرار إيقاف حركة الملاك في جميع الوزارات. وأشارت الجبهة إلى أن قرار إيقاف حركة الملاك في الوزارات قرار خاطئ، محذرة من حدوث فراغ كبير في عدد الموظفين في تلك الوزارات في حال تم الاستمرار بتطبيق هذا القرار. أكدت لجنة النزاهة النيابية أن هيئة النزاهة ما زالت تغفل عن فتح الملفات الكبيرة التي سلمت من قبل اللجنة. عضو اللجنة عبد الكريم عبطان بيّن أن الإغفال يأتي نتيجة الضغوطات السياسية التي تمارسها الكتل السياسية على الهيئة، مشيرا إلى أن لجنة النزاهة سلمت على مدى العامين الماضيين العديد من ملفات الفساد التي تتعلق بمسؤولين كبار. دعوة السلام انطلقت من وسط مهرجان سلام بغداد للتنوع والأفلام الوثائقية الذي نظمته منظمة باكس الهولندية، وتساؤلات عن التعايش السلمي بين أبناء الديانات لم يخلو منها المهرجان أيضا. التفاصيل أكثر في تقرير إسراء خالد. العمل على النقاط المشتركة مع الآخر المختلف دينيا لتخطي أكبر الأزمات التي تواجه أبناء المجتمع وهي الطائفية، أبرز ما دعا إليه المشاركون في مهرجان سلام بغداد للتنوع والأفلام الوثائقية الذي نظمته منظمة باكس الهولندية. الخطاب الطائفي هو السبب، التشدد هو السبب، المحاصصة هي السبب، التهميش هو السبب. نتأمل أن نخرج من كل هذه عندما نصل إلى النقاط المشتركة، وأيضا نعترف بأننا كلنا مواطنون عراقيون، كلنا علينا نفس الواجبات ولدينا نفس الحقوق في العيش في هذا البلد بسلام وأمان. ويتساءل رجال دين عن مصير التعايش السلمي بين أبناء الديانات والذي بدأ يتلاشى يوما بعد آخر بسبب خطابات الكراهية، محملين في الوقت ذاته مسؤولية ذلك إلى الحكومة التي لم توفر بيئة حاضنة للمكونات الدينية والقومية. نحن عراقيون، أنا فرد تركماني، عانيت ولا زلت أعاني حتى أنني إن تكلمت في مكان على سبيل الفرض أنطلق من مسجد، عندي مسجد عندي حسينية أصلي فيها أمارس نشاط الديني، حينما بدأت أطالب بحقوق هي حقوق للإنسان تعرضت إلى ما تعرضت إليه، وصل الأمر إلى حد الاعتقال على سبيل الفرض. الحكومة تتحمل، أول طرف يتحمل هو الحكومة بتوجهها بتشريعها بأيضا احتضانها للمكونات العراقية الأصيلة، يعني تهجيرهم ومحو تاريخهم هو محو تاريخ العراق بالنهاية، يعني ما آشور وبابل وكلدان وسومر. ولا يزال العمل بالقوانين السابقة التي شرعت للنيل من المكونات الدينية بينها البهائية واليهودية وغيرها من الديانات الأخرى يمثل أهم العوامل الرئيسية لخلق بيئة طاردة لأبناء هذه الديانات من البلاد. سراء خالد، قناة المدى، بغداد. الاعتماد على المحسوبية في التعيينات بمحافظة المثنى أمر جعل إيجاد وظيفة يمثل حلما لأبناء المحافظة وسط استغراب آلية التقديم على الدرجات الوظيفية في المحافظة. صفاء الشهر والتفاصيل. لا يزال ملف التعيينات في المثنى يعد الشغل الشاغل للكثيرين من أبناء المحافظة بسبب ما وصفوه بعدم الإنصاف والاعتماد على المحسوبية والمنسوبية لتكون هذه المعادلة سيدة الموقف للحصول على وظيفة شاغرة. إعلاميون رأوا بأن على الحكومة المحلية اتباع خطى ثابتة في هذا الملف، فيما استغرب عدد من الخريجين في المحافظة من آلية التقديم على الدرجات الوظيفية في المحافظة. بالنسبة للدرجات الوظيفية اللي جت إلى المحافظات، يعني الكل يحتاج أنه يتبوأ هذا المكان، وخاصة اللي هم أقدم بالفترة الزمنية، يعني اللي صار سنتين أو ثلاثة أربعة، هذا مستحق أكثر من اللي يجي
فرد جديد يقدم هذا الطلب. لكن اللي نقوله احنا نتمنى من الدوله انه ان ترعى هذه الشريحه من الطلبه والخريجين والاساتذه. موضوع التعيين هو مشكله شعبنا، مشكله شبابنا اليوم. اليوم الشاب ياخذ له 5 سنين 6 سنين قاعد بلا تعيين. انا اللي احكي لك هاي سنه خامسه او سادسه انا ما متعين. كملنا دراستنا المعهد معلمين وقدمنا على الجامعه بعدها ما بعد ما كملنا 4 سنوات الجامعه وبنفس الحاله. فاليوم مشكله التعيين انه الدرجات الوظيفيه موجوده بس وين التقصير؟ التقصير اللي قاعد يصير اليوم، تقصير قاعد يصير من الجهات اللي لازمه موضوع التعيين. بالنسبه للمدرسين لا، صار بها بعض التلاعب خاصه خريجين جامعه الامام الصادق، يعني صار بها بعض التلاعب، يعني مسائي ما مسائي خذوا، بس بالنسبه للمعلمين لا، خذوا على المعدل. الواسطات اكيد تلعب دور، خاصه احنا بالسماء يعني تلعب دور. مجلس المحافظه بين من جانبه أن بعض الوزارات كلفت مجالس المحافظات بأن يختاروا الموظفين للحصول على درجة وظيفية باعتبارهم سلطة تشريعية ورقابية في نفس الوقت، وهي لا تتدخل بملف التعيينات لصالح أفرادها أو كتلها، كون أن هنالك حشود هائلة عاطلين عن العمل. بلغ إلى علمنا أنه بعض الوزارات كلفت مجالس المحافظات مشاركة في اللجان التي تتعلق باختيار الموظفين. في تقديري أنه هذه الخطوة لم تكن بصالح مجلس المحافظة، بتعبير آخر أنها تتنافى مع كون مجالس المحافظات هي مؤسسة رقابية تشريعية بالدرجة الرئيسية ولا تدخل في الجانب التنفيذي، وإشراكهم بعملية اختيار الترشيحات لدوائر الدولة التعويضية هي ستكلف مجلس المحافظة الكثير. وهنا يرى البعض بأن جدل التدخلات السياسية بات يتكرر بشأن ملف التعيينات كلما حصلت المثنى على درجات وظيفية جديدة لخريجيها الذين باتوا يشكلون الحلقة الأضعف بين واقع تلك المصالح. صفاء الشهر، قناة المدى، المثنى. تحسين الواقع التعليمي وإعادة افتتاح العديد من المدارس التي أغلقت لدواعي الترميم كانت أبرز مطالبات العشرات من المتظاهرين في قضاء عفك. التفاصيل في تقرير علي قحطان. العشرات من أبناء قضاء عفك من ذوي الطلبة ومواطنون وطلبة مدارس نظموا تظاهرة وسط القضاء، طالبوا من خلالها بفتح بعض المدارس التي غلقت لدواعي الترميم والبناء والتي لا زالت مغلقة حتى بعد إكمالها، إضافة إلى مطالبهم بتحسين الواقع التعليمي. ودينا لجنة تحقيقية بسرقة أموال المدارس، صرفوا 82 مليار للمدارس، وين راحين؟ بين التربية وبين المحافظة وبين المقاول تهان علينا، وعندنا 4 مدارس للبنات، كادر ماكو تدريسي، استنساخ كتب من عندنا، يعني شنو بس الدورات من جيوبنا قاعد ندخل دورات، حاليا أنا دا أدخل دورات من جيوبي، يعني كتب ثقي، يعني أنا الكتب أمشي أجديها جدول كتب. بعض أولياء الأمور للطلبة نشدوا المعنيين بإنقاذ الواقع التعليمي الذي يعانون منه أبنائهم، في الوقت الذي هددوا بنقل تظاهرتهم إلى مركز مدينة الديوانية وتحويلها إلى اعتصام أمام المقرات الحكومية في حال عدم تلبية مطالبهم. نحن كأولياء أمور خرجنا اليوم بمظاهرة سلمية اللي كفلها الدستور، نطالب بفتح المدارس المغلقة وخصوصا إعدادية خديجة ومتوسطة زينب للبنات. المدرسة عرضت على المقاول للترميم وتقريبا صار 4 سنوات أو أكثر من 4 سنوات مغلقة. حاليا إعدادية خديجة يعني جاهزة تقريبا، وإحنا كأولياء أمور نقبل بفتح المدرسة على هذه الشاكلة. أعطينا مهلة 15 يوم لفتح هذه المدارس، في حالة عدم تنفيذ المطلب خلال 15 يوم سيكون هناك اعتصام وتظاهرة أمام مجلس المحافظة ومديرية التربية، في حالة أيضا في عدم تنفيذ مطالبنا أثناء الاعتصام سنضطر إلى فتح هذه المدارس بالقوة. ونظمت هذه التظاهرة من أجل تخفيف الزخم الحاصل لدى العديد من مدارس القضاء التي تعاني منذ فترة طويلة من ما يعرف بالدوام المزدوج، في وقت يبقى به المتظاهرون بانتظار الجهات المعنية من تحقيق مطلبهم. من الديوانية علي قحطان، قناة المدى.
شبهات مالية كبيرة تدور حول مشروع شراء قرابة 100 آلية تخصصية من قبل مديرية بلدية كربلاء. يأتي هذا في وقت نفت فيه بلدية المحافظة وجود حالة فساد مالي في عملية شراء الآليات. المزيد من التفاصيل في تقرير طارق الطرفي. 17 مليار دينار هي قيمة 100 آلية تخصصية تعتزم شراؤها مديرية بلدية كربلاء بحسب الكشف الذي أعدته لجنة مختصة والتي حددت استيراد الآليات من مناشي عالمية رصينة، إلا أن تلك اللجنة لم تدم طويلا حتى تم استبدالها بأخرى لتعد كشفا يختلف عن سابقه بعد أن تم تغيير مدير البلدية. الشبهات المالية في هذه الصفقة تصل إلى 6 مليارات دينار، متنفذون يدفعون باتجاه شراء الآليات من وزارة الصناعة، بينما يضغط آخرون لشرائها من وزارة التجارة، وكل حسب مصلحته. من ضمن هذا الخلل المؤشر أن لجنة الكشف الأولى بعد أن عدت الكشف وأعطت مناشئ عالمية رصينة تم تغيير مدير الدائرة وتغيير لجنة الكشف لكي تعد كشف يتلائم مع مصالح من دخلوا في هذه الصفقة. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن هناك صراع بين جهتين في إحالة المشروع إلى إحدى الوزارات. بلدية كربلاء نفت وجود حالة فساد مالي في عملية شراء الآليات التي أوضحت أنها بحاجة لها نظرا للتوسع السكاني في المدينة والزيارات الدينية المليونية التي تشهدها. الأموال المخصصة للشراء هي من الإيرادات المحلية للبلدية، وقد تم تخصيصها لهذا الغرض من قبل الوزير السابق. هذه وجهات نظر حقيقة. أول شيء احنا قاعد نشتري من وزارات حكومية موجودة ضمن الحكومة الاتحادية. هذه الوزارات هي القانون يجبرها بأن فاتح الوزارات المعنية المتخصصية، وفي حالة عدم قدرتها على التجهيز نذهب إلى المناقصة. فما أعتقد هناك وجود صفقات فساد بهذا الموضوع، وأي أي شخص يريد يحب يتفضل ويانا ويجي يمنا ويشاركنا ويساندنا احنا حاضرين. احنا ماضين بالطرق القانونية والرسمية والصحيحة والإجراءات الإدارية الصحيحة، فإن شاء الله هذا الموضوع يعني قد يكون عار من الصحة. ومع أن مجلس الوزراء ألزم بشراء الآليات من إحدى الوزارات المختصة دون أن يكون أمر بذلك للحكومة المحلية، لكن لجنة الخدمات البلدية بمجلس كربلاء توعدت بإحالة ملف هذه الصفقة إلى هيئة النزاهة فيما لو تمت عملية الشراء من وزارة الصناعة. تحفظنا جدا كبير على وزارة الصناعة، وهو أن تتجه المبالغ لهذه الوزارة لتنشيط هذه الوزارة، وبالتالي إضافة 25% على قائمة الآليات التي يمكن استيرادها من خلال وزارة الصناعة. إذا ما تغيرت هذه الكشوفات على وفق ما موجود في وزارة الصناعة سيكون هناك اعتراض، وهذا الملف يناقش في مجلس محافظة، وستكون كل الأمور والعقوبات التي تتخذ أو من صلاحيات المجلس أو بحالته إلى النزاهة احنا مستعدين. وبغض النظر عن تفاصيل عملية شراء هذه الآليات، إلا أن هناك من يرى ألا جدوى من جلب هذا الكم منها في هذا الوقت بالتحديد، لوجود الكثير من الآليات بالمحافظة وهي متوقفة لعدم توفر الملاكات لها، ولابد من تخصيص الأموال المتوفرة لما هو أهم. من كربلاء طارق الطرفي، المدى. سجلت محافظة ميسان إصابة أكثر من 300 طفل بمرض التوحد لتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بعد كربلاء. وذكر المشرف على معهد الإمام الحسين المتخصص برعاية أطفال التوحد في المحافظة أن أعداد المصابين بالتوحد تتزايد بشكل مستمر وقد تصل إلى 500 حالة، داعيا الحكومة المحلية إلى استيعاب هذا العدد الكبير من الأطفال. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فاضل المهداوي اختصاص صحة عامة. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين. دكتور، ما هي أسباب مرض التوحد لدى الأطفال وهل هنالك طرق لمعالجته؟ طبعا الأسباب لا تعرف لحد الآن 100%،
السبب الرئيسي يقال أن هنالك مورثات جينية تنقل المرض من الآباء إلى الأبناء. المرض مثل ما قلت لك طبعا تشخيصه مو سهل، أنا ما أعرف من جابوا هاي الأرقام الجماعة، يعني تشخيص أنا كطبيب في المهنة صار لي 30 سنة ما شايف حالة واحدة. صحيح تقول الكتب الطبية أنه ينتشر 1-2% من السكان، بس أنا ما شايف، يعني كطبيب ما شايف طفل واحد مصاب بالتوحد. على كل حال ربما أنه وجود، طبعا هم ذولا ليسوا من المختصين، تعرف أن التشخيص يحتاج أطباء أخصائيين نفسيين وأطباء أخصائيين أطفال وشغلات الجهاز العصبي، مو بسهولة أنه أنت تختم هذا الطفل المصاب بالتوحد. وعلى العموم أنا استغرب، يعني الكتب الطبية تقول أنه انتشار المرض 1-2% من الأطفال ممكن أن يصابون به. نعم نعم دكتور. طيب ما هي أبرز المحافظات التي ينتشر بها مرض التوحد، وهل هنالك خطة جديدة أو جدية للحد منه؟ لا اسمح لي، هو أنت ما تقدر تحد من عدة، بس على العموم أنه هو ما تقدر تتنبأ من الأطفال سيصاب بهذا المرض أو لا يصاب. إلى الآن السبب غير معروف مثل ما قلت لك، بس على العموم إذا العائلة طارتهم طفل مصاب بالتوحد وتشخيصه أكيد 100% من قبل الأطباء، فأنصحهم ليكونون بعد أطفال، لأنه ممكن الأطفال اللاحقين يكونوا أفضل للإصابة بالمرض. طيب دكتور، بالنسبة لتعامل المجتمع مع مرض التوحد أو مرضى التوحد، كيف تجدون تعامل المجتمع مع من يعاني من هذا المرض؟ والله هم طبعا ذولا نادرا ما يصلون يعني الى مرحله المجتمع ويندمجون، يعني هم في الطفوله يكون عندهم ضعف في التواصل مع المجتمع ومع المحيطين، ويشخصون عاده تخلف عقلي بطيء تعلم، يعني صعب انه انت تختم هذا الطفل مصاب بداء التوحد. وعلى العموم ايضا لا يوجد اي علاج شافي للحاله في كل اصقاع الارض، يعني بعض الاشياء اللي قد تدعم يعني تكسبهم بعض المهارات، بس على العموم يعني هم لا يصلون انه مرحله مثلا الشباب او المراهقه، اكثرهم قبل هاي المرحله. الدكتور فاضل المهداوي شكرا جزيلا لك. علاقة الشعر بالمسرح عبر التاريخ تم الحديث عنها في الاتحاد العام للأدباء والكتاب خلال استضافة الفنان سامي عبد الحميد، حيث شهدت الجلسة حضورا نخبويا من أدباء وفنانين. نتابع. للحديث عن علاقة الشعر بالمسرح عبر التاريخ، استضاف الاتحاد العام للأدباء والكتاب معلم الأجيال وعملاق المسرح العراقي الفنان سامي عبد الحميد، الذي أكد أن جميع الكتاب كانوا يكتبون مسرحياتهم بالشعر على مر التاريخ إلى أن جاءت الواقعية ليتجهوا للنثر. استمر كتاب المسرحية في كتابة مسرحياتهم إلى أن ظهرت الواقعية. كل الكتاب في جميع مراحل تاريخ المسرح كانوا يكتبون المسرحيات بالشعر إلى أن جاءت الواقعية، فاضطر كتاب المسرحية إلى التخلي عن الشعر ليكتبوا نثرا لكي يقنعوا مشاهديهم، لكي يقنعوا بأن هذا العمل له صلة بالواقع. وشهدت الجلسة حضورا نخبويا من أدباء وفنانين الذين أكدوا أن سامي عبد الحميد استطاع بأسلوبه الفني المميز أن يجعل من محاضرته متنوعة وجميلة وغنية بالمعلومات الفنية المسرحية. كان الأستاذ متمكن من محاضرته بطريقة فيها من التداولية المسرحية، المتعة، الجمال، التنوع، ثراء المحاضرة، يعني استشهاد بأكثر من مؤلف ويعني مسرحي ومؤلف مسرحي أيضا، ضخ لنا الكثير من المعلومات عن يعني مطعمة بتجربته الشخصية، وهو الآن هذه التجربة المبتدأ الضاربة في سنين وعقود كثيرة. بعيدا عن علاقة المسرح بالشعر وقريبا من علاقة المسرح بالإبداع، هذه المعادلة تثير العشرات بل المئات من علامات الاستفهام في ظل واقع سياسي وأمني واقتصادي وضع العصي في عجلة دوران المسرح من جديد بل أعادها إلى الوراء. من بغداد صالح الطيب، المدى. ختام النشرة، تذكير بأبرز العناوين.
القوات الأمنية تقترب من إطلاق الصفحة الثانية لعمليات تحرير الساحل الأيسر، والجهد الهندسي سيكون حاضرا ضمن العمليات. في خطوة تهدف للتقليل من الزحامات المرورية، القوات الأمنية ترفع الكتل الكونكريتية عند مدخل جسر الجمهورية وإلى جانبي طريق كرادة مريم. العبادي يؤكد أن التسوية ستكون بداية جديدة لإنهاء الصراعات بعد داعش، ويرفض التحركات السياسية قبل الانتهاء من تحرير الموصل. للحديث عن علاقة الشعر بالمسرح، الاتحاد العام للأدباء والكتاب يستضيف الفنان سامي عبد الحميد وسط حضور النخبويين من الأدباء والفنانين. ويمكنكم متابعتنا على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام وجوجل بلاس، كما يمكنكم متابعتنا أيضا على الموقع الرسمي للمدى www.almada.com. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. نشرتنا انتهت. شكرا حيدر. شكرا لك ناس.